بطولة مقامة في مصر من الصعب جدا ان حد يعتذر للتنظيم الهايل اللي بالظبط، جواه، حسن الضيافه بالظبط حسن والاستقبال. الضيافه والفنادق الكبرى الجميله بتاعتنا من السياحه، كانت اصلا عامله فنادق فوق صحيح الخيال بالظبط صحيح. كده وجميله يعني. فده ده بس خلانا خلال استقبالك لرئيس اتحاد اليد الافريقي او منصور، ده صديق، ده بقى صديق منصور اريمو. منصور اريمو اريمو هل يعني انطباعاته كانت ايه؟ يعني اتكلم معاكي قال يعني كان سعيد البطوله في مصر والنادي الاهلي بينظمها ولا لا؟ هو بيحب قوي يجي مصر يعني لو في ايديه انه ينظم كل البطولات في مصر صحيح. هيعملها. هو قال لي كده فعلا في بالظبط وانا يحب يجي بستقبله مصر.